بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا بحمد الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه مع سيرة هذا الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل. وقبل أن نبدأ هذه السلسلة كنت يعني قلت سنمر في حصتين ونختم ترجمة هذا الإمام باختصار، ولكن سبحان الله شدنا، يعني سيرته شدتنا فعلا، حيث أن الإنسان كلما أراد أن يرق قلبه وأن يذهب قسوة قلبه أن يرجع لترجمة هذا الإمام الكبير. فترجمته فيها من الدروس والعبر والحكم ما الله تعالى به عليم، ولهذا فهو إمام أهل السنة والجماعة حقا وصدقا، حيث قام مقام الصديقين، حتى قيل فيه لولا أبو بكر في الردة والإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن لذهب الإسلام. يعني بحال لعل وعلي بن المديني قال جوج الناس اللي وقفوا وقفه صحيحه كان الاسلام غيضيع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فتنه الرده في ايام ابو بكر لما ارتد العرب ومنعوا الزكاه، وقام ابو بكر رضي الله عنه قومه الرجل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، فحارب هؤلاء ورجعت الامور الى نصابها. وأيضا في زمن الإمام أحمد لو استسلم هذا الإمام وأجابهم إلى هذه البدعة لذهب الإسلام، فالناس كلهم من الطلبة كانوا يعني أعناقهم مشرئبة ينتظرون فتوى الإمام أحمد، يحملون القراطيس والأقلام وينتظرون ماذا سيقول الإمام. لو قال ولو تقية لكان الأمر الله تعالى أعلم كيفاش كانت تدخل الأمور، ولكن الله تعالى قيض هذا الرجل العظيم فوقف هذه الوقفة. ولهذا من الحكم أن الله سبحانه وتعالى كيربي ناس من أجل مواقف، يعني ناس كيصنعهم الله سبحانه وتعالى وتيكونوا تحت عينيه، يعني تيكونوا تحت الرعاية ديال الله سبحانه وتعالى، تحت الأعين ديال الله سبحانه وتعالى. كما قال إنك بأعيننا. ويعني يربيهم من أجل موقف. ولهذا الإنسان في حياته لا بد أن يقول بينه وبين نفسه ما سر وجودي؟ ماذا سأضيف إلى هذا الدين وإلى الإسلام؟ ما بصمتي؟ هل سيكون موتي عاديا كأي موت وتدفن وتقبر وتنسى، أم سأترك شيئا يذكرني الناس به ويذكرني الله سبحانه وتعالى قبل ذلك وبعد ذلك يوم القيامة أفرح به؟ فالإنسان لابد أن يترك يعني بصمة في حياته ويرجع كل وقت. فينا نرجع
وما حقرش راسه ورجع وشاف المحطات ديال الحياه ديالو الا وكتلقى راه الله عز وجل يسوقه الى شيء عظيم. هو خاص يكتشف واحد. ولهذا هاد العظام وهاد العلماء الكبار وهاد المخترعون لا في الدين ولا في غير الدين مالهم علاش كيفاش توصلوا؟ اوصلوا فقط لانهم كانت عندهم واحد الخصيصه كما ان الله عز وجل اي واحد فينا راه عطاه واحد الخصيصه ان هذوك عرفوا اكتشفوا هذاك الخصيصه اللي الله تعالى اودعها فيهم فافسحوا لها المجال فتفتقت وتطورت ونمت فاعطاوا وحققوا امور سواء امور الدنيا او امور الدين. احنا الحمد لله الله تعالى عاوننا بالقران الكريم وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم خصنا احنا نرجعوا لها واحد الرجوع ديال المتامل ماشي رجوع المستهلك المستكثر الذي يكثر حجج الله عليه فقط عبر كي يستقبل في الاحاديث ويستقبل في الايات ولا يفقه فيها شيئا. احنا الان في واحد المرحله خصنا نكتب من التامل اي داكشي اللي عندك عرضه بين يديك وتفرج فيه وتذوق به. يعني الايات والاحاديث كثيره اللي حافظينها والاذكار اذكار الصباح اذكار المساء اذكار خاص هي هاد الامور هادي نعاودو يعني نجلسو فيها واحد الجلسه والانسان يتامل في هاد الشيء اللي كيقرا وداك الاذكار اللي كيقول في الفاتحه اللي كيقرا دوك الصور الصغيره اللي حافظ فيها الناس يجلس ويتامل ويسرح ويطلب الله سبحانه وتعالى الفتح من طبيعة الحال مستعينا بأهل العلم والتفاسير حتى لا يخرج ويضل من حيث أراد الهداية ولكن لا بدليل من الرجوع دياله هو من بعد ويش التفسير والسياق العام ويفهم ويرجع مع راسته ويعيش مع هذه الآيات ويخدم بها على نفسه ويرتقي بها هو يرتقي بها كما غيجي يوم القيامة لما يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي فإن آخر منزلتك بآخر آية تقرأها هذا راه كان كيرتقي به هنا في الدنيا كيقرا وكيرتاح كيشد آية كيقراها كيتفاهمها كيتخلق بها وكيخرج بها للواقع من القرآن إلى العمران يعني من القرآن كيخرج ما تيبقاش حاصر المصحف لأن القرآن خصو يكون معاش يعني بغيت نعبر عليها بطروا ديمونسيون خصو يكون شي حاجة حياة تخرج به للحياة أنت مثلا كتقرا آيات كثيرة اليتيم أشنو كتدير؟ كتقراها وتأملها صافي وتخليها أين هو يعني فين حركتك مع القرآن الكريم؟ أين ترجمتك للقرآن الكريم؟ ماذا فعلت مع اليتامى؟ كتسمع الله سبحانه وتعالى يعني آيات كثيرة يحضك كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا جاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي قدمت لحياتي الحياة الحقيقية علاش الإنسان يخلي توصل لهذ الأمور هنا في الدنيا يدخل في القرآن الكريم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج بها للواقع تنسبوا آية الغيبة وباقي كنرتب بما احنا ما بقيناش كنخرجوا بالقرآن إيجابيا لا ولينا كنخرجوا به سلبيا كنعوجوه نوع من التحريف العملي هذا ماشي التحريف اللفظي هذا تحريف من الناحية العملية كتسمع بأن الله سبحانه وتعالى في القرآن قريتها استوعبتها أنه كيحرم عليك الغيبة وأنت عوض فاش تخرج بهذيك الآية للواقع وتحارب الغيبة منك وانت غادي لا انك الانسان كيخرج وتلقاه يعني مغمس الغيبة هذه علاقه بالقران هذه اش مع علاقه الناس بالقران كذا وهاد الائمه ناس راه تجاوزوا هاد الهضره هذه ما يمكنش باقي تهضر معاه على الغيبه ولا النميمه ولا غض البصر امور ما كانتش مطروحه اصلا الناس كانت تهضر شي حاجه اللي غريبه داكشي باش كانت الابتلاءات بهذا الحجم حنا ما كاين والو وغادي الامور يعني الانسان يبتلى على قدر دينه الامام محمد راه ماشي جاد الابتلاء هكا كنت زاد عليه بهذا الحجم راه كان عنده دين صلب والله تعالى العفو والعافيه
إذن فقلت مثل ترجمة هؤلاء الأئمة يعني ستربينا تربينا على هذه الأمور اللي كانوا عايشينها يعني الصدق من الإخلاص ومن علاقتهم بالقرآن الكريم علاقتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كيقدروها ويعظموها ويعملوا بها ماشي كيلعبوا بها يعني أبسط الأمور اسمعها خاص يطبقها إذا فهم بعدما ذكرنا يعني معاناة الإمام أحمد رحمة الله عليه مع يعني المعتصم حتى أنه جلده بيده و يعني محنة كبيرة دامت 8 سنين و8 أشهر تصور معي الإمام أحمد 8 سنين و8 شهور ما حدثش لا يحدث بحديث مع أنه يعني داك الشيء اللي عنده في الحفظ ديالو يحفظه 1000 حديث بأسانيدها ومتونها حفظا متقنا ويعمل بها ويفقهها ويعلم حتى رجال السند من ثقة وعدل وغير ذلك و يعني العلم ديالو الصح ومع ذلك فجر فينا 8 سنين 8 شهور ما كيحدثش عايش مسكيني مع هذا الابتلاء الذي رفعه الله تعالى بعد ذلك ما كان بحاله بحال الناس يعني في زمانه كان يحيى بن معين علي بن المديني اسحاق بن راهوي أئمة كبار في الحياة ولكن فجت الفتنة إمام محمد صار إماما كان إماما في الحديث والفقه وبعد الفتنة أصبح إماما للسنة لكن فرق بين تكون إمام في الحديث وتكون إمام في السنة قد يكون المرء إماما في الحديث يحفظ يتقن ويكون صاحب بدعة زماننا الآن كانوا ناس اللي باع في علم الحديث لا أحب أن أسمي ولكن كانوا ناس ولكن كانوا على بدع وضلالات يعني الإمام أحمد كان إمام الحديث وإمام السنة يعني يعمل بها ويدعو إليها الآن غادي نتكلم يعني بعد 8 سنين و 8 شهور المكابدة والضرب والصوت والحبس وال يعني التعذيب اللي داز على الإمام أحمد في أيام المعتصم بعد انقضاء يعني المحنة ومن بعد ما تركوا المعتصم فاش يعني شاف بأنه ما على تنقولوا احنا ما غيسوقوا منه والو تلقوا الآن غنذكروا يعني واحد الباب الباب 70 في ذكر تلقي المشايخ إياه بعد انقضاء المحنة ودعائهم له يقول يعني مهنة بن يحيى قال أرأيت يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري حين أخرج أحمد من الحبس وهو يقبل جبهة أحمد ووجهه ورأيت سليمان بن داود هاشم يقبل جبهة أحمد ورأسه العلماء الكبار يعني فاش ابن احمد يعني صبار وثبت في المحنه وما تنازلش على السنه يعني كيفاش فاش خرج كيفاش العلماء الكبار منهم اللي استاج واللي ما استاج يعني كيفاش استقبلوه ويعظمونه ويبجلونه ويوقرونه هنا راه حيت دابا اش كيوقع كتلقى الانسان هو كيقلب على الناس يوقروا ويعظموا باش ويوقروا كاع إمام أحمد ما طلبش هذا الشيء هذاك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى فما يمكنش يقول لي حبوا العدو والصديق لأن فعلا لازم الكير فأخرج ذهبا خالصا أما عمر جراد يعني توقير التبجيل ديال حافظ ونثر ما يمكنش العلماء ابتلوا زلزلوا امتحنوا ف صبروا ولد الشافعي معروف القول ديالو هل يمكن يعني لما سئل اي الامرين افضل ان يمكن للمرء ام يبتلى اشكون اللي حسن يمكن له الله عز وجل يبتلى فقال الشافعي رحمه الله عليه الفقيه لا يمكن له حتى يبتلى لا يمكن له حتى يبتلى ويثبت
وماشي ديما حنا عندنا الابتلاء راه واش اللي وقع لنا حنا ديال السجن والحبس، راه لا، راه الابتلاءات متعدده ووجوهه والوجوه ديال الابتلاءات مختلفه. يعني الله تعالى اللي تيبتلي، راه الله عز وجل عارف باش كل واحد يبتلي. ليبلوكم ايكم احسن عملا، فالله اللي كيبتلي وعارف كاين اللي غيبتلي بالدنيا، يسلط غير الدنيا، يكون عنده علم ودعوة وسنة وصل عليه الدنيا يلا تفرج اش غيوقع، كيفاش غيتولي مصالح الدنيا عندو، كيفاش غادي، واش فيها غادي يبقى الامر هو الامر، واش غيتغير، واش هذا ابتلاء، محنة، فتنة، ماشي حنا نتصوروا ديما الفتنة راه الشحط والضرب، لا، ابتلاءات كثيرة، كاين اللي تبتلى بالمرض، كاين اللي تبتلى بزوجة، كاين اللي تبتلى بأولاد، ابتلاءات مختلفة. والله عز وجل كل واحد مش غيبتلي، ولكن المهم المجموع هو ان الانسان هنا في هذه المحن فين خصو يستعن فعلا ويكثر من الاستعانه بالله سبحانه وتعالى باش يثبت، وقبل ما توقع المحنه والفتنه خصو بعدا يتبنى ويبني نفسه على واحد الاساس من عقيده قويه رصينه، اساس اللي ما يتزعزعش. عما فاش تكون العقيده هشه الريح اللي جات تدي الانسان ما واقفش على الصحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال في ثمن، معناها زعما سبق اعمال الوقت الوقت الشده. واحد المثال الصيني تيقول المهم بالفرنسي تيقول ليه الفو بحال هكا ديكوفير لي بوي افون داتر سواف، تقول لي خاصك تحفر البير قبل ما يضربك العطش. انتم الحكمه ضاله باش تحفر البير، مش الانسان تاتي يضرب العطش ويبغي يموت العطش عادي يبغي يفكر ورا يحفروا البير، ما تجيبهم تحفر البير فتموت شحال عندك، ولكن انت بخير واحفر البير. راه هذا هو الصلب ديال الحديث، بادر الى الاعمال فتنة، سبق الاعمال ما عندك انت في عافيه وفي صحه وما مبتلاش وميسر هذيك الامور خصوصا في هذا الزمن، كل شيء ميسر، قال ما بقى والو، ما بقاش ما بقاش واحد تيضربوا البرد تيبات بدا ينعس، الشروات موجود، باقي شي واحد ما عندوش باش ينعس تينعس فوق الدس، ما عنده ما ياكل، بمعنى صحيح واكل شرب كذا، كاين اللي دابا عنده شي ابتلاءات عافابور وما والو مربجه الانسان وهي لا قيمه لها، يقطعها كاع قطعا وما لا تضره في شيء، بمعنى الانسان الان معافى ومن البسط عنده الامور هنا فين يحفر البير، يحفر البير ديال الاعمال الصالحه ويقدم فعلا، لان ما عرفش يكفي فتنه الموت بارك انت كاع نديرك موقع حتى شي فتنه، ما تبتلي حتى ابتلاء جاك عملك الموت، كاين شي زلزال وشي ابتلاء وشي مصيبه اعظم من هذه، يا الله في اي لحظه هذا جاي واش غدير، كيف ستواجه الامر، بلا ما نهضروا على ابتلاء اخر، الله تعالى اعلم، نسال الله تعالى ان يعافينا اجمعين. اذا ف هؤلاء الائمه هذا هو الذي لهم يعني سبحوا. المهم الامام محمد فاش خرج العلماء يعني ازداد توقيرهم له وتعظيمهم له وتبجيلهم له. يقول الحسن بن عبد العزيز قال قلت للحارث ابن مسكين إن هذا الرجل أعني أحمد بن حنبل قد ضرب فاذهب بنا إليه. بدو تيزوروا العلماء فاش خرجوا من بعد المحنة وكذا كيزوروه، فذهبت أنا وهو فدخلنا عليه حدثان ضربه. قال لك هذا الحارث بن مسكين هو الحسن بن عبد العزيز جاو مشاو جوج عند الإمام أحمد يزورو من بعد ما خرجوا من بعد المحنة. وهذا الحارث بن مسكين كان أيضا من المحدثين وهو شيخ الإمام النسائي، وكانت وقعت له واحد القصة مع النسائي غريبة. دابا الإمام النسائي في السنن ديالو ما تيقولش حدثني الحارث بن مسكين، لأنه ما حدثوش، ولكن يعني تيقول سمعت الحارث بن مسكين وأنا خلف الدار أسمع. علاش اش كان وقع عليه هو القصه ديالو، كان جا في يامات ف
فاليمن ديال الفتنه. والامام النسائي كان يعني المنظر ديالو غريب، يعني كان جميلا واحمر وعينيه، لانه كان هو يعني اعجمي ماشي عربي، عينيه خضرين لابس واحد، وكان لباس عليه لابس واحد اللباس غريب ماشي ديال المحدثين، هذوك المحدثين كانوا ساكن الزهد وداك الشيء مرقع وكذا. والنسائي جا للحصه تبارك الله لهذا وكذا، وكان الامام الذهبي قال لك كان تياكل يعني ديك، كان تيتسملوا ليه الديوك تيضرب ديك جوج من النار اللهم بارك. والحديث والعلم الماكله والعلم نرى الماكله من الناس كان رحمه الله عليه يعني. ففاش دخل الحديث بن مسكين، الحديث بن مسكين شافوا شي بركاكه ديال السلطه هذا جاي بغا يديو خبار، المهم ما بغاش ما قبلوش، قال ما تقولش في الحصه ديالي ما قبلوش الحديث بن مسكين. ومسكرا اجي يطلب الحديث مع ديك الساعه كانوا مسافتين ذوك العيون ديالهم كيبتليو وكيتتبعوا اخبار المحدثين، ربما خصوصا في هذيك الفتنه ديال القران كانوا الجواسيس وكذا. حالك مسكين فاش شاف النسائي ذاك المنظر يا خويا سير سير ما عندنا حديث هنا سير. اش دار النسائي؟ شوف الناس اللي بغات العلم خرج مسكين ومشى حدا دار راسو بحال مشى هو يتخزن وكيسمع الاحاديث وتيكتب. وفي السنه ديالو تيدير بانه ما تيقولش حدثنا، تيقول يعني سمعته او انا خلف الدار اسمع شي عباره بحال هكا. هاد الحديث مسكين هو اللي بغيت نتكلموا عليه، يعني فاش خرج الامام احمد يعني غادي بغا يشوفه هو والحسن بن عبد العزيز. قال لك فاش دخلنا على الامام احمد باقى الضرب جديد حدثان ضربوا، يعني باقي الضرب طري. فقال لنا ضربت فسقطت وسمعت، يعني الامام احمد تيحكي لهم قال لهم تضربت وطحت واحد الوقيته حيت كان كيتغشى عليه بالضرب. قال فسقطت وسمعت ذاك يعني ابن ابي ذؤاد الراس ديال البدعه اللي كان يحرض المعتصم يقول يا امير المؤمنين خاف لا يبقى فيه. دابا المعتصم فاش شاف الامام احمد تيطيح وتيتغشى عليه تيخاف هذاك المجرم لا يبقى فيه، يقول له صافي خليه تيقول اسمع شي يقول يا امير المؤمنين هو والله ظالم مظلم ما مش مبقاش فيه. واحد فيهم قال له اقتل، قال لي يا امير المؤمنين اقتله ورقبته في ودمه في رقبتي، قال لي عقتلو انا سيدي يوم القيامه باز اخويا الناس باز بغا يوقف امام الله ويقول لي انا راه رقبته في العنق ديالي مسؤول على ان انا يتقتل الامام احمد. شوف فاش تتمس البصيره نسال الله السلامه. فقال له الحارث، دابا فاش دخل الحارث بن مسكين عند الامام احمد، الامام كان تيحكي لهم اش واحد بالامور على الامام هادي، ويقول لي الحارث هذا المحدث اللي قلت لكم شيخ الناس قال اخبرني ما كيهضرش، اخبرني حدثني صافي هذا الراجل شي لك السند. شوف الناس كيفاش كان العلم كيفاش. قال اخبرني يوسف بن عمر بن زيد عن مالك بن انس ان الزهري سعي به حتى ضرب بالسياط، فقيل لمالك بعد ذلك إن الزهري قد أقيم للناس وعلقت كتبه في عنقه، فقال مالك قد ضرب سعيد بن المسيب بالسياط وحلق رأسه ولحيته، وضرب أبو الزناد بالسياط، وضرب محمد بن المنكدر وأصحاب له في حمام بالسياط، حمام باش يرطب الجيران. قال وقال عمر بن عبد العزيز لا تغبط احدا لم يصبه في هذا الامر اذى. شوف عمر بن عبد العزيز قال ما يغركم شي واحد وتغبطوه وتمنوا تكونوا بحاله وهو راه ما داز عليه والو وما اتصلش هذا الامر هذا وما ما تغبطوش. يعني فاعجب احمد بقول الحارث، يعني الحارث بن مسكين فاش قال الكلام الامام احمد بحال يعني بحال وساه، قال زعما راه ماشي انت يعني راه قبال منك ناس وجاب ليه يعني من سعيد بن المسيب والزناد الزهري علماء كبار ابو حنيفه ما كاينش اللي ما تبتلاش الشافعي. ولهذا في التراجم ديال العلماء كتلقى واحد الفصل ديما كيديروا محنته فلان شي عالم، تيدير في الاخر واحد الفصل المحنه ديالو ضروري واحد المحنه كيمر منها كيبتليه الله سبحانه وتعالى ديالو. قلت هذا شكون اللي قال هذا الكلام؟ شكون اللي قال قلت؟ هذا ابن الجوزي رحمه الله عليه قال وما زال الناس يبتلون في الله
يبتلون في الله تعالى ويصبرون. وقد كانت الأنبياء تقتل وأهل الخير في الأمم السالفة يقتلون ويحرقون وينشر أحدهم بالمنشار وهو ثابت على دين. ولولا كراهية التطوير لذكرت من ذلك بأسانيده ما يقول غير أني أوثر الاختصار. هذا ابن الجوزي قال لك بغيت نستافد هذا الأمر ونقول الأسانيد، يعني الناس اللي مرات في الابتلاءات غادي يكون لك شيء طويل، ولكن أنا يعني الهدف عنده هو الاختصار. وقد سمى نبينا صلى الله عليه وسلم قدوتنا، يعني ما تسمش مات بأثر السم ديال ديك اليهودية اللي دارتو ليه الكتيف. وقد سمى نبينا صلى الله عليه وسلم، وسمى أبو بكر أيضا مات بذاك السم، وقتل عمر. عمر في الصلاة قصة معروفة مع أبو لؤلؤة المجوسي اللي دير ليه في دولة الرافضة، دير ليه مزاك الزار من بابا شجاع تزورو تقول لي ما عليك انت هو الرجل قتلتي عمر. وقتل عمر وعثمان، بس عثمان هو يعني مشهور والابتلاء اللي مر به والقتل ديالو، وعلي شج راسه بالسيف، وسم الحسن، وقتل الحسين رحمة الله عليهم أجمعين رضي الله عنه وأرضاه، وابن الزبير والضحاك بن قيس والنعمان بن بشير، وصلب خبيب بن عدي، وقتل الحجاج عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن غالب وسعيد بن جبير. علماء كبار قتلوا في هذا الأمر. ثم بدأ يكون يعني من ضرب من كبار العلماء بالصوت، حتى أن ابن جوزي ذكر في عدد الصوت اللي كلاو، يعني تذكر العالم وتذكر شحال من صوت كلا. يعني مثلا أبو عمرو بن العلاء قال ضربه بن أمية 500 صوت، ربيع الرأي ضربه بن أمية، عطية العوفي ضربه الحجاج 400 صوت، يزيد الضبي ضربه الحجاج 400 صوت، ثابت بن البناني، ثابت البناني بن أسلم ضربه بن الجارود خليفة بن زياد، وهكذا. ومع ذلك شوف دابا واحد الأمر عظيم جدا خصنا نعرفوه. دابا شوف الإمام أحمد 8 سنين ديال المحنة والمعتصم يضربه بيده، بيد يضربه وجلده وحرمه من أموره، ومع ذلك الإمام أحمد لما يعني انقشعت المحنة والفتنة جعل المعتصم في حيل. هادي شي حاجة اللي كتجينا حنا عادي ماشي سهل، الإنسان يدير عليه الشيء كله ويسمح ويتنازل على حقه ويسمح شي حاجة. ولهذا نذكروا سياق يعني جعله المعتصم في حيل. قال ابن أبي حاتم قال صالح بن أحمد سمعت أبي يقول لقد جعلت الميت في حيل من ضربه إياه، ثم قال مررت بهذه الآية فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فنظرت في تفسيرها فإذا هو ما أخبرنا هاشم بن القاسم قال أخبرنا المبارك بن فضالة قال أخبرني من سمع الحسن يقول إذا كان يوم القيامة جثت الأمم كلها بين يدي الله عز وجل ثم نودي ألا يقوم إلا من أجره على الله، قال فلا يقوم إلا من عفى في الدنيا. قال أبي فجعلت الميت في حل من ضربه إياه، وجعل يقول وما على رجل ألا يعذب الله بسببه أحدا. شوف دابا هذا الإيمان كيفاش كان به، شوف هذا المعدن، هذا الروح كيفاش داير،
آية شو كنتكلموا بولا على القرآن كيفاش تقراه وكيفاش تفسر شحال من واحد فينا كيدوز على هذه الآية باش نعرفوا شنو علاقتنا بالقرآن كي دايره شوف يا أحمد فمن عفا وأصلح فأجره على الله شحال من غزنا عليها مع أنها لا أي واحد فينا سولناه دابا وباقي شاد وما نسمحش غتجي تسولو شو علي شنو الدليل كاع ما تلقى لا شيء شي حاجة تافهة جدا والو شوف الإمام أحمد 8 سنين في المشهور منع وحرم من التحديث وعذب وضرب بالسياره وحبس وفي الاخر شوف كيفاش غيتفاعل مع هذه الايه كيفاش غيتجاوب معها انه يوم القيامه ينادى ان لا يقوم يعني الامم كلها جاثيه ما غيقومش الا من كان اجره على الله فلا يقوم الا من عفا في الدنيا في الامور العظيمه ويقول جعلت الناس في حلو يتصدق بعرضه ويسمح جميع الناس يعني ثم قال الإمام أحمد كره أن يعذب أحد بسببه ولكن هادو الناس اللي هما يعني سمح في حقه هو شخصي أما قضية البدعة والدين فهذا يقرأ بينه وبين الله سبحانه وتعالى ولذا غادي يذكر كلام شبيه بهذا الشيء يقول الناس ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان قال بلغني ان احمد بن حنبل جعل المعتصم في حل في يوم فتح عاصمه بابل او في يوم فتح عموريه خصوصا روايات جاءت انه حتى فتح عموريه ودخلها ورد يعني ودخل بلاد الاسلام يعني قصه معموره ديال العموريه ديك المراه اللي جروا ذاك اليهودي الثياب ديالها وتكشفها في العوره وهي تقول واه معتصمه وفعلا المعتصم يعني خرج بالجيوش الجراره وفتح عموريه بسبب هذه المراه هذه لما صاحت فقال هو في حل من ضربه اخبرنا محمد بن ابي منصور قال اخبرنا عبد القادر قال اخبرنا ابراهيم بن عمر قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو عبد الله الحسن قال حدثني عبد الله بن احمد قال قال لي ابي وجه الي الواثق ان اجعل المعتصم في حل من ضربه اياه يعني من بعد فاش مات المعتصم الخلافه شدا ابنه الواثق وحال الواثق يطلب زعما الامام احمد باش يسمح للمعتصم فقلت ما خرجت من داره حتى جعلته في حل قال لي كاع انا ما خرجت من داره حتى سمحت ليه يعني كاع ما احتاجش الخروج وعاد يطلبوا الناس عاد يسمح لا ابدا وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم يوم القيامة إلا من عفا فعفوت عنه يعني روايات تقريبا نفس المعنى كتحكي نفس المعنى أنه يعني اسمح وواحد الرواية فيها يا بني يعني من بعد شفت الواثق باش يسمح لي الأب ديالو قال يا بني ما خرجت من دار أبي إسحاق حتى أحللته ومن معه إلا رجلين جوج ابن أبي لؤاد وعبد الرحمن بن إسحاق فإنهما طلبا دمي وأنا أهون على الله عز وجل من أن يعذب في أحد أشهدك أنهما في حل يعني شوف دابا الامام احمد رحمه الله عليه حتى المحنه يستثمرها فعلا ثبت والسنه بانت والبدعه يعني تضاءلت وانقشعت وتقزمت وهزمت امام السنه
ومع ذلك حتى الاستثمار حتى قضية العاف وقضية يعني إعطاء الإمام أحمد للناس دروس اللي بقى اليوم حنا كنتدرسوها في ذاك الزمن إلى يومنا هذا باقي الناس كتستفد العبر يعني من التسامح ومن يعني هذا المعدن الشريف الكريم النبي ديال هذا الإمام الكبير. يعني كيفاش أنه أمر يعني ماشي شي حاجة اللي هي صغيرة، أمر ماشي سهل. صعب الامور نستافدوا احنا كتلقى شي حاجه بسيطه وكتلقى الانسان شاد قلبه سنين لا شي حاجه بسيطه تافهه هنا يعبر الانسان يعبر راسه خصنا ندربوا اننا نكونوا نمسحوا في المسحو في اللحظه مسح ما تخليش الاثار ديال شي عداوه او لا شي حقد او لا شي حب ظلمك وتبقى جل في اللحظه يجب ان تمحى للتو ديك الساعه خصك تمسح باش ترتاح لان الا بقات كتنبت الا بقات دابا مثلا وقع لك موقف مع شي حد وقعت لك واحد يعني نكته سوداء في قلبك تجاهه راه الا خليتها معطله وما عفيتيش ولكن تكون عفو حقيقي ماشي الامام احمد عداوي راه فعلا سمح للمعتصم عفا عليه الصفح الجميل ماشي يبقى يعني يسمح ليه وكيتكلم فيه ودار ليا وهذاك راه كذا لا ابدا صافي يسمح ليه انتهى هنا مابقاش يجبد المعتصم شي امور ولا مع انه يعني راه الامر شديد راه جلده كما قلت بيدي وحرمه سنين من التحديث والتهديد ومع ذلك صافي عفو عفو سمح ليه انتهى هنا هكا نستافدوا اننا حنا ايضا في اي موقف قلبك تغير على احد اعفو واصفح وامسح ما تخليش اثار العداوه في القلب لانه يتسع لان اش كيوقع العداوه في القلب تسقى بسوء الظن تسقى بالغيبه تسقى بالتتبع تسقى بالاوهام والوساوس الشياطين فتنبت وتترعرع حتى تصبح شجره يصعب اقتلاعها تبدا تولي لك شي شجره ديال العداوه عند الجذور والجميع حيد اخويا وعلاش انا اللي ما يلاه كانت باقا بدره ديال العداوه في القلب ندير لها طق ونخلعها انت هنا اداني سمحت ليه طوي الصفحه اداني سمحت ليه طوي الصفحه وهذا يبقى ديما بقى ندير يعني ما فيش اثر العداوات والحقد وكذا وشوف الامام احمد راه لابن هدايه ومع ذلك سمح واصفح بسهولة لأنه يبتغي ما عند الله تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقوم إلا من عفا وأصلح يعني ينادى يوم القيامة لا يقوم إلا من أجره على الله فلا يقوم إلا من يعني عفا في الدنيا ولتي وأجره على الله ماشي شي حاجة ما عدت لها ما أعطاهاش واحد عدد معين من الحسنات ولا واحد الأجر محدود أجره على الله شنو كيفاش تقول القران اجروا على الله بمعنى ما الله اللي غيخلص كيفاش الله تعالى اعلم يعني شي حاجه غريبه جدا ذكر سياق ذكر بقاء اثر الضرب عليه رحمه الله عليه قال عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا صالح بن احمد بن حنبل قال نظر الى ابي رجل ممن يبصر الضرب والعلاج جاء بحال اكتشاف طبيب يعني كيفهم في هادشي ديال الجروح والادويه والعلاج وكذا فقال هذا فشف الامام احمد واثر الضرب اللي عليه سمع اش قال قال رايت من ضرب الف صوت وما رايت ضربا مثل هذا قال لي مشت انا ناس اللي ضربات الف صوت ولاني ما عملتش بحال هذا الضرب هذا اللي عند الامام احمد لقد جر عليه من خلفي ومن قدامي ثم أخذ ميلا فأدخله في بعض تلك الجراحات فلم تنقب وجعل يعني تصور شد بحال قلنا الإبرة ميل مخيط كيغشيه ما كيوقفش ما كتردوش شي حاجة بمعنى تقابل من أثر الضرب الإمام أحمد رحمة الله عليه
وجعل يأتيه ويعالجه، وقد كان أصاب وجهه غير ضربه، كانت قاسة الوجه رحمة الله عليه، ومكث متكئا على وجهه ما شاء الله، يعني كان يعني من شدة الضرب يعني ما كانش كيجلس، يعني كان كاين ناس يعني متكئ على وجهه رحمة الله عليه. ثم قال: إنها هنا شيء أريد أن أقطعه، فجاء بحديدة فجعل يعلق اللحم بها ويقطعه بسكين معه، لأنك اللحم الميت يعني بشدة الضرب يعني اللحم أصبح ميتا، فكان يجد حديدة يحط فوق اللحم ويقطع بسكين، وهو صابر لذلك يحمد الله عز وجل في ذلك، فبرأ منه ولم يزل يتوجع من مواضع منه، وكان أثر الضرب بينا في ظهره إلى أن توفي رحمه الله. فسمعت أبي يقول: والله لقد أعطيت المجهود من نفسي، ولوددت أن أنجو من هذا الأمر الذي أخاف كفافا لا علي ولا لي. قال ابن أبي حاتم: ابن أبي حاتم الرازي، يعني هذا الابن ديال أبو حاتم الرازي، عنده كتاب في الجرح والتعديل، يعني هذا يتحدث عن الرجال، وكان يسمع من أبيه أبو حاتم الرازي قارن أبو زرع الرازي، وكان ودقاء أيام الإمام أحمد رحمة الله عليه. وسمعت أبي يقول، شكون هو أبا أنا كيتكلم على ابن أبي حاتم؟ وأبو حاتم الرازي يقول: أتيت أحمد بن حنبل بعدما ضرب بثلاث سنين، بعد ثلاث سنين ديال الضرب ديال المهنة، قال فقلت له: ذهب عنك أثر الضرب، يعني قال لي لا، قال لي الحمد لله زعما ما بقاش فيك الأثر ديال الضرب، فأخرج يده اليسرى على كوعه اليمنى وقال هذا، كأنه يقول خلع وأنه يجد منها ألم، يعني دازت ثلاث سنين لأنه كان تخلع، هو كيتسمى الخلع دابا في التعديل، كانوا قبال كيبغيو يضربوا بالسياط كيبغيو يخلعوا، كيديروا واحد العملية كتسمى الخلع، في ديك الساعات تيربطوا ليه يديه وكيشدوا ليه رجليه مع شي حاجة وكتجروا شي دابة ولا شي حاجة وكيتخلع تتفكوا ليه هاد، فالإمام أحمد أيضا كان داروا ليه هاد العملية هادي، وكان تخلعات ليه يديه وبقات الآثار ديالها يعني الألم ديالها بعد ثلاث سنوات. وبلغني عن أبي الحسين ابن المنادي قال: حدثني جدي قال: لقيت أبا عبد الله بعدما انكشف ذلك البلاء، فرأيت بين يديه مجمرة فيها جمر يضع خرقة ملفوفة في يده فيسخنها بالنار ثم يجعلها على جنبه من الضرب الذي كان ضرب، فالتفت إلي فقال: يا أبا جعفر، ما كان في القوم أرأف بي من المعتصم. سبحانك يا عرش، دازت مدة وديما أحمد يعني باقي فيها يعني الأثر، كيشد كتانة في حطها فوق الجمر حتى تسخن وتيكمد بها الضرب، وشو واش كيقول على المعتصم؟ ما كان في القوم أرأف بي من المعتصم. سبحانك يا عرش، يعني تيحطها فوق هذا تيقول لي امرأة، يعني المعتصم اللي كان يعني شوف الإنصاف بمعنى ذكر يعني العنف اللي كان عليه وكذا، وشاف المعتصم فعلا كان، وفعلا هو المعتصم غرر به وزينت له البدعة وبشع له الإمام، أما هؤلاء أهل البدعة هذوك فعلا كانت عداوتهم عداوة يعني متجذرة، فكانوا يعني فيهم من الحقد ومن العنف شي حاجة كبيرة جدا، على رأسهم ابن أبي ذؤاد عليه ما يستحق من اللعنات. ولكن يعني الله تعالى يعني ثبت هذا الإمام العظيم رحمه الله عليه. ثم بعد ذلك يعني مات المعتصم، فالإمام أحمد بدا يحدث، يعني ذكر هنا واحد البلد ذكر تحديثه بعد موت المعتصم، وباش يعني نسارعوا والا راه ما غاديش نشبعوا من ترجمه الإمام أحمد. والله الشيء اللي كنا قلنا نديروه جوج حصص، ها هو دابا شوف حنا في الشرف
شهر واحد ولا مشينا فيها بشوية أنا تنظن عام عامين ما عمرك غتسالي الترجمة ديالها. ولهذا أنا أدعو الإخوة الكرام باش ندوزو يعني حنا نحاولوا باش يبقى لينا نديرو حصة أو حصتين نذكروا. أنا الآن غادي نحاول نذكر يعني في عهد الوافق ما وقعتش حاجة كثيرة وغنذكروا أي واحد يعني قصص يعني كانت يعني ميزات هذه الحقبة ديال الواثق بعد ما مات المعتصم. ثم فاش مات الواثق غادي يجي المتوكل وغترتفع المحنة وغادي يكون المتوكل هو اللي غيرجع السنة ويدعو إلى السنة وما باقيش شي حد باقي اللي ساعي يقدر يهضر في هذه البدعة وغتكون واحد المحنة أخرى من نوع آخر غيعيشها الإمام محمد. لا ربما هي شبيهة بالمحنة اللي عايشها نحن دابا تكون محنة الدنيا كما قلت قبيله باش ما نفهموش راه الامام احمد مسكين تبتلى فتنه الصوت راه فتنه الصوت وفتنه الاقامه الجبريه في عهد الواثق ما يخرجش من الدار وفتنه الدنيا انبسطت في هذه المتوكل وهادشي كامل ما دار الامام احمد والو ثابتا سالكا الى الله سبحانه وتعالى واثقا في الله عز وجل حتى توفاه الله تبارك وتعالى. ما غير وما بدل وما انهزم وما تنازل الزهد والزهد الورع والورع تقشف والتقشف والو. فلوس المتوكل كتلوح لدرجة ولادو استفدوا وعاشوا مبرعين في يامات المتوكل ونعم مثل وهو بل هجر بعض ولادو ما بقاش ياكل. المهم كلام غادي يجي ان شاء الله هذا ابتلاء كما قلت من نوع اخر وشبيه بالابتلاء اللي عايشين الان في الدنيا فاش تنفتح والانسان اللي يقطف ثمرتها يعني كيفاش خصو يتعامل. ف باش هذه الحصه ان شاء الله نغلق المرحله ديال الواثق رحمه الله عليه غادي نذكر منها بعض الامور باش الحصه الجايه نتكلموا على ايامات المتوكل والفتنه ديال الدنيا وانبساطها ولا كفانا الوقت نتكلموا على المرض ديالو ووفاته رحمه الله عليه باش ندوزوا ان شاء الله تعالى للمسند. حنا الشيء كامل باش نحبوا هذا الامام وقلوبنا تتعلق بمحبته وبامامته. فاش ملي نبداو نقراو المسند نقراوه بهذا راه كتقرا في كتاب ديال هذا العالم هذا ملي تقرا حديث فعلا تشدو بقوه كما انك شكون اللي كيجعلك تشد القران بقوه فاش تعرف انه كلام الله. ايضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعه الحال ولكن فاش تجيك شي حاجه اللي رواها لك مثل هذا الامام وكتاب ديال هذا الامام كيكون ادعى انك تتفاعل اكثر. ونبقاو نذكروا السند ديال الامام احمد رحمه الله عليه تتل النبي عليه الصلاه والسلام ونذكروا الحديث ونتفاعلوا معه ونعيشوا معه ان شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبه للواثق ولي الواثق ابو جعفر هارون ابن المعتصم ولد المعتصم في ربيع الاول سنه 227. وحسن له ابن ابي ذؤاد امتحان الناس بخلق القران. وباقى ابن ابي ذؤاد صاحب السلم باقي تابع مات المعتصم وهو مشى لولده تا هو تيحسن ليه تيقول ليه امتحن الناس ملي ما تيقولش بخلق القران اما حيدوا اما قتلوا اما فصلوا من الخدمه اما المهم امتحن الناس. ففعل ذلك ولم يعرض لأحمد لما علم من صبره ما قربش الإمام أحمد لأنه عرفه ما غيدي من والو رباه شاف جريده مع باه مدا من والو أو لما خاف من تأثير عقوبته لكنه أرسل إلى أحمد بن حنبل ما قدرش يمتحنه ويقرب ليه ولكن صيفط ليه. إيش قال لي؟ لا تساكنني بأرض. قال أقسم دار إني ما قدش يمتحن الإمام. قال لي شوف المهم أنا وياك ما نتجاوروش البلاصه اللي فيها انا ما تدورش فيها. فاختفى احمد بقيه حياه الوافد اختفى فيها الامام احمد وكانت عنده واحد الاقامه تنقول واحد الاقامه جبريه كان في واحد الدار تيخش منها هي اللي غادي نحكيو منها يعني كيفاش غيتلاقى مع واحد المحدثة مثل بقي بن مخلب جمل الاندلس في هذا اليمن. فما زال يتنقل في الاماكن الامام احمد بعد عن الواثق وكيتنقل في الاماكن ثم عاد إلى منزله بعد أشهر فاختفى فيه إلى أن مات الواثق. بقى مختفي حتى مات الواثق. الواثق ما طولش ضرب شي عامين وشي حاجة عامين وست شهور مات وغيجي المتوكل ولله الحمد وغترتفع هذه المهنة.
وفي زمان الوثيقة اش غيوقع؟ واحد المحدث عجيب غريب سميتو بقي بن مخلد. هذا بقي بن مخلد أندلسي من الأندلس. أندلس دابا شنو كنقولوا معروفة الآن باش؟ إسبانيا. هذا جا من تما ياك باش يطلب العلم. عرفتوا شنو القصة ديال هذا؟ مشى على رجليه. ما ركب دابة في رحلته. مشى سيدي من الأندلس للعراق ومشى بعد مصر ومشى للشام ومشى وكيطلب العلم وكيطلب الحديث. رحلة تفوق 30 سنة طلب الحديث. 30 عام هو خارج كيطلب الحديث على رجليه. واش استوعبتوا هذا الأمر هذا ولا؟ 30 عام وخارج. أنت تصور 30 عام غادي من الأندلس وبغيت تمشي للعراق على رجليك. يعني بغيت أنا نشير لواحد الأمر هو الهمة اللي كانت عند الناس. إيش من الهمة اللي عند الناس؟ إيش من الهمة؟ باش تفكر أنت من الأندلس تمشي على رجليك للعراق؟ تلقى الإمام أحمد. غريب هذا الشيء غريب جدا والله باش تأمل فيها كتجيك. وفعلا خرج وغادي وهز مع الخبز كارم والفول وغادي قدر تسالي ليه الماكله يمشي يخدم يدبر شي شويه وغادي من هنا لهنا يبات هنا يضرب هنا وغادي. وفعلا دارت المده كامله وجمع واحد المسند اكبر مسند في الاسلام سميتو مسند بقي بن مخلد ولكن للاسف الشديد مفقود ما كاينش. يعني هذه حصره ان المسلمين يضيع منهم هذه المسند. وفي احاديث نيت ديال اللي تلقى فيها مع الامام احمد. وهذا المسند هذا فيه اكثر من 5000 حديث عن ابو هريره. ابو هريره بن مخلد 5000 يعني اكبر مسند وهو مفقود. شوف السير هذاك. المهم هذا الرجل العظيم لما وصل الى بغداد المهم دخل يسمع الناس كي يجتمع في واحد الحلقه وديك الساعه الامام احمد صافي راه هذا الشيء هي من الواثقه باقي في بيته ما كيخش. شاف واحد الحلقه شكون اللي دايرها؟ دايرها يحيى بن معين تيحدث الناس. جا بقي بن مخلد ويلف تصنف على راسه الاحاديث يتصنف والرجال لان كانوا كيهضروش في الاحاديث كانوا الاحاديث والرجال. مثلا تيجي تقول ما تقول في فلان تقول فلان ضعيف ما تقول في فلان فلان لا بأس به فلان حسن الحديث فلان وهكذا الرجال ديال الاسانيد باش يعرفوا الحديث صحيح ولا ما صحيحش. كانوا الناس هادشي مهتمين بما كيجيش ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بهذا السيبة وهذا الفوضى اللي وقع الان في الواتساب. الانسان كيجي حديث ما عارف واش صحيح واش ضعيف واش موضوع تيجبد هو تيتلف وصافي حتى هو مجموعة فيها 30 وما عارفش بان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فلا يتبوأ مقعده من النار. الانسان يتحرى يعرف ايش يدير حديث اللي ما كنتش من يقل بانه صحيح على الاقل شدو عندك خليه يوقف عندك. دابا الناس كيشوفوا شي قصه زوينه وغريبه ومشوقه تيشوفوا فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسافقوا صحيح مزيان كتقول لي راه ضعيف راه موضوع تيقول لك واه في ابو هريره رواه ضعيف ما عرفش ابو هريره شكون اللي رواه على ابو هريره الوليد ما خاصك تشوف راه سند هذا سند وتشوف هذوك الناس واش هذا علم هذا راه عندهم ولد ولهذا تشوف الناس ديك الساعه في هذاك الزمان ما كاينش التحري في الرجال. هذا باقي بن مخلد جالس في الحصه واحد الوقيته بدا كيسول يعني النوبه ديال وصلت النوبه وكيسول يحيى بن معين. يحيى بن معين راه هو الامام احمد كانوا بحال ما كيتفارقوش وكان الامام احمد تيحب يحيى بن معين عزيز عليه كان ما كيكنيش ما تيقولش ليه يا يحيى تيقول يا ابا زكريا كان كيكره الكونيه تعظيما له رحمه الله يعني رحمه الله عليهم اجمعين. المهم يحيى هذا بقي بن مخلد كيسول يحيى بن معين على الرجال واحد الوقيته يقول لي بقات لي يعني بحال كثر قال لي صافي بقى لي واحد السؤال اشنو هو السؤال ويقول ما تقول في احمد بن حنبل هو يدير لي يحيى بن معين شاف فيه مزيان ويقول لي مثلي يسال عن احمد بن حنبل اما الامام احمد امام المسلمين قال لي انا لا تسولني انا على الامام احمد بحال انا تتسولوا على الامام احمد امام احمد امام المسلمين اش دار بقي بن مخلد
اخي ابن خالد ناطي قلب على الامام احمد فين كاين باش يشد منه الحديث. الامام احمد مسدد عليه الدار ما كيحدش، مشى عنده حتى لحد الدار اش دار، دق عليه قال لي انا راه جيت من الاندلس، بلاد بعيد في الاندلس فعلا بعيده، والامام احمد استغرب وجا السيد علاش غير يبغى الحديث. المهم احمد قال لي انت كتشوف يعني وكما ترى راه انا ما نقدرش نحدثك ونعطيك الاحاديث وكذا راه. قال لي باقي بن مخلد واخا ندير معك واحد الطريقه. اشنا هي؟ قال لي انا غادي نلبس واحد اللباس بحال شي طلاب، غادي نلبس شي جلابيه مرقعه مزيته كذا وندير شي طافيه عوجه، المهم راك عارف شي لعبه باش يبان راه مسكين شي واحد الطلاب. وقال لي غنبقى نجي ندق عليه صادق الله لا شوف كي تيقول لها امك صافي، وانت غتخرج بحال غتعطيني شي صدقه وعطيني واحد ثلاثه الحديث في الزربه وغنمشي. قال لي ثاني نجي شي بحال تنطلب عندك وعطيني ثلاثه بركه. احنا عندنا المسند في 30000 ما تنشمو تا ريحته عند الريحه عساك نقرا واش فيه. شو السيد منين جاي بغا عاد ثلاثه الحديث ما شاء الله. وفعلا بقي ابن مخلد تيجي صادق الله تيخرج عند الامام احمد بالزربه تيحدد ثلاثه الاحاديث تك 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 تيمشي. مشى تصمت لهذيك الاحاديث مع راساته فرحان بها، عرفتي شنو هو راه دابا خصك راه واحد اللذه واحد الذوق واحد الطعم واحد السعاده والله ما تسوى ملايير الدنيا. الانسان فاش كيشد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا من مثل هؤلاء الرجال راه ماشي شي حاجه اللي سهله، راه ماشي الواحد اللي سافر من الاندلس. ففعلا بقات مده وكوك تجمع واحد يعني واحد النصيب كثير من الاحاديث بهذه الطريقه هذه. والاغرب من ذلك ان باقي بن مخلد يعني من بعد فاش غيخرج الامام احمد غيموت الواثق وكذا وغيخرج الامام احمد يعني من ديك الاقامه تما، هاد باقي بن مخلد غير مرض مسكين في واحد اللوطيل، كانوا حتى اللوطيلات في ديك الساعه واحد البلاصه كانوا كينعسوا فيها بالمقابل. المهم هو ناعس تما، والامام احمد فاش خرج سول عليه فقالوا لي راه مريض ومشى زارو. الامام احمد مشى زار باقي بن مخلد في وعرفتي الفرحة ديال باقي بن مخلد فاش زارو الإمام أحمد. إيش من فرحة؟ إيش من يعني راه شي حاجة غريبة جدا. ولاد الإمام أحمد باش تعرفوا واحد القضية، راه الناس بقاو خازنين التو ديالو والأقلام وكيتبركوا به، مع أن هذا الأمر هذا فيه ما فيه في الشرع، ولكن بشدة محبتهم وتعظيمهم للإمام أحمد تشبتوا حتى الأمور ديالو واللباس ديالو والشعر وهذه وهذه وهذه. وكتذكر شي امور يعني من الكرامات ديال الامام احمد، منها مثلا ان شي مره واحد البيت غيتحرق عن اخره مكتبه ديال شي واحد من العلماء وحده اللي غتلقى من القيساج العافيه واحد الورقه بالخط ديال الامام احمد رحمه الله عليه، كيدخلوا في السيره الامور هذه وهي من الكرامات ما تستغربش. فالمهم هذه القصه هذه ديال باقي بن مخلد بغينا ناخذ منها دروس وعبار. اول شيء ناخذوه هو الهمه، علو الهمه يا اخي. السيد هذا منين جاي وفين غادي وهذه الرحله؟ وفي حقه تيقولوا رحله بنو بطوطه هذا مغربي نفتخروا به. نعم الطنجي طنجاوي رحله مكوكيه فعلا، كتب فيها كتاب ديالو والمغربيين الان كيستافدوا من رحله ابن بطوطه. ولكن راه هذه الرحله ديال باقي بن مخلد راه لا ناظر لها، والحمد لله تاهو مغربي لان يعني الاندلس ديك الساعه المغرب راه كانوا تعرفوا المغاربه راه رحاله ماشي ساهلين. يعني شوف باقي بن مخلد هاد الهمه اللي كانت عند السيد رحمه الله عليه. شوف دابا حنا المسند الامام احمد حدانا غادي طق ونزل، حتى ما عندكش باش تشريه نديرو 80000 ريال تيدير هو مؤسسه الرساله غالي اخويا بي دي اف طق ها هو نازل عندك وتبرع عليه مع راسك يا ديها الامام احمد ما مزور ما والو محقق الحمد لله بتحقيق شعيب ارناؤوط رحمه الله عليه. يالله مات هو عاد كما طلب الله تعالى يرحمه ويوسع عليه ويتجاوز علينا وعليه وعلى جميع المسلمين حققوا وقادوا بخير وعلى خير. وتا التحقيق ديالو داك الشيء من يعني صراحه من احسن ما انت قارئ.
يعني شعيب القرناؤوطرة كان كيجري في المضمار ديال الشيخ الأجباني رحمه الله عليه. خلاص ما غاديش نقارنوا. الشيخ الأجباني كانت عنده يعني ذوق خاص في الحديث ونفس خاص في الحديث، نعم، ولكن حتى شعيب القرناؤوط كان محدثا جليلا رحمه الله عليه. وترجع التحقيق ديالو في المسند يعني ما تمل شي، تستمتع بالتحقيق ديالو كيفاش كيتكلم في الرجال ديال السند وكذا، ويعطيك الحكم يعني في الحديث والصحيح واش طيب واش حسن واش قوي واش حسن لغيره واش يعني. ها الحمد لله ميسر اش واقع، والناس ما بقاش كدير توا على الطريقه كانت قديمه عند العلماء تيجردوا الكتب ديال السنه. هي كيقرا مثلا ندير واحد البرنامج نبقاو نقراو سنن الترمذي، يقرا حدثنا حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودوز كو غاديه. العلماء كان هادشي عندهم مثل الامام احمد تمشي معاه مثلا تبقى كتقرا ما تملش. وهاد الاحاديث اللي جبدت انا من المسند راه بهاد الطريقه يعني تقريبا وصلت بحال نقولوا 8 مجلدات في المسند، وفي المسألة شي حديث او جوج او ثلاثه كيعجبوني كنعزلهم. وهما ان شاء الله اللي غادي نديروا بعد ما نكملوا الترجمه ديال الامام احمد رحمه الله عليه، غادي نشدوا هذه الاحاديث وغادي نتدارسوها بيناتنا ونتذاكروا فيها ونتخلقوا بها ونحاولوا نحفظوها لمانا. ونسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.